Sada Al Malaf, NBC. Yes. All right. No, well, thank you guys for having me. I'm excited to be here. بالنسبة لكل مرة أتواجد فيها هنا بالحقيقة تكون الأمور مدهشة تتوسع بشكل أكبر، فأنا أشاهد في كل مرة أدخل فيها هذا المكان تتعالى الأصوات، تتعالى في كل مرة أتي فيها إلى هنا. بالفعل هذا أمر يعطيني الحماس، ففور وصولنا دائما ما يتواجد عدد أكبر من المشجعين والمحبين بدءا من المطار وكذلك في الفندق وحتى خلال المنافسات. يعني أنا من أشد المعجبين به. يعني ايش ممكن لما يجي جده، ايش ممكن الهدايا اللي يشيلها لاصدقائه في منها؟ I don't have time or space in my. أوه، أنا لا أمتلك الوقت أو المساحة في حقائبي من أجل الهدايا. يا رجل، أتمنى لو أني أفعل ذلك. من الجميل التواجد هنا. بالنسبة إلي الأهم هدية يمكن أن أقدمها أو قصة أو ذكرى أو أي شيء أحتفظ به لأخبر الجميع عندما أعود. American football. قليل من الدوري الإنجليزي بالكاد متابع، وفريق المفضل مان سيتي، فأنا مشجع كبير لهم. أغويرو. أغويرو مان سيتي. كون أغويرو is my guy, man. He's a striker. إيش اللحظة الهامة في حياته اللي ما ينساها في عالم المصارعة؟ فلدي بعض اللحظات التي لا تصدق ولا تنسى في WWE، وبالنسبة إلي الفوز بمثل هذه الأشياء، بطل العالم لرسلمانيا العام الماضي والفوز الأول ببطولة الوزن الثقيل خلال الحفل الرئيسي، هذه هي أهم اللحظات بالنسبة إلي. My dream, honestly, is to inspire. حلمي بالحقيقة هو إلهام الشباب الصاعد من أجل إيجاد الطموح الخاص بهم وتحقيق أحلامهم. عندما كنت صغيرا نشأت في مدينة صغيرة، والدتي وجدي وكذلك والدي بدأوا بمشاهدتي كمصارع محترف، ومن خلال ذلك استطعت السفر حول العالم ومقابلة الأصدقاء كما التقيتكم الآن، وهذا ما أقوم به من أجل إلهام الشبان الصغار للعمل بجدية لتحقيق الأحلام. انظر، المصارعة الحرة هي كل شيء أستطيع القيام به خلال حياتي. بالنسبة إلي لقد وضعت كل البيض في سلة واحدة كما يقولون، وأحمد الله أنني فعلت ذلك. لو أنني لم أفعل ذلك لا فكرة لدي ما كنت سأكون.